السلام عليكم واهلا بيكم. في البدايه بتمنى من حضراتكم تركزوا كويس جدا في محتوى حلقه النهارده وتحاولوا تنشروها قدر الامكان، لانها حلقه طويله ودسمه للغايه وهنناقش فيها افكار خطيره جدا. ويا ريت الحلقه دي توصل للاجهزه الامنيه في مصر، لان الكلام اللي هنقوله نقلا عن المصدر يعتبر تهديد مباشر للدوله المصريه. فمعلش لازم نركز 200% في محتوى حلقه النهارده اللي بتدور حوالين مقال رأي نشره موقع العربي الجديد القطري بنسخته الإنجليزية للكاتب والمحلل السياسي المعارض ماجد مندوق، وهو بالمناسبة بريطاني من أصل مصري. ماجد بيقول فيه إنه جميع المؤشرات بتؤكد إن نتيجة الانتخابات الرئاسية القادمة في مصر نتائجها معروفة ومحسومة لصالح الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي. هو هنا طبعا بيقصد إنه هيكون في تزوير وتضييق على مؤيدين المرشحين المنافسين، مش انه الشعب هينتخب الرئيس بإرادة حرة. فهنا كان لازم نوضح نية الكاتب ونية كل اللي بيتبنوا الطرح ده، لان الهدف الاساسي من كلامهم ده ابعد ما يكون عن اقرار حال، وهو عدم وجود منافس قوي، فبالتالي فرصة الرئيس السيسي في الفوز لا جدال فيها. عموما الكاتب مش بيناقش العملية الانتخابية في مصر ومدى شفافيتها من عدمها، ولكن هو خلاص ايقن ان الرئيس السيسي هيكمل ان شاء الله ل 2030. فهو بيتكلم عن حال مصر خلال ال6 سنين اللي جايين، وتحديدا هو بيتكلم عن الأزمة الاقتصادية المؤقتة اللي موجودة في مصر، بس هو بيسميها أزمة اقتصادية عميقة ناتجة عن أزمة ديون خطيرة للغاية بتؤدي إلى مستقبل اقتصادي سيء جدا، وقد ينتهي المطاف بمصر إلى الإفلاس. ده حسب رأيه الشخصي. فتعالوا مع بعض بقى نشوف رؤية ماجد مندوق للمستقبل الاقتصادي والسياسي المصري خلال ال6 سنين اللي جايين. مبدئيا هو رؤيته السياسية والاقتصادية بتتلخص في 3 سيناريوهات رئيسية. السيناريو الأول وهو الإصلاح الذاتي، فالكاتب شايف أنه عملية الإصلاح الذاتي للنظام غير واردة، ولكن تظل أحد الاحتمالات الممكنة مع صعوبة تنفيذها، وده مش لأنها معقدة أو أنها غير قابلة أصلا للتنفيذ على أرض الواقع، ولكن لأن النظام المصري هو نظام قمعي ديكتاتوري عسكري، فمش هيقبل بأي إصلاحات ذاتية، لأن معنى إن النظام يبدأ حالة من الإصلاح الذاتي فعلى الأرجح هيتم الدفع بمسؤولين ووزراء تقنيين علشان يديروا شؤون البلد، يعني من الآخر تكنوقراط. وعلى كل المسؤولين المدنيين اللي من خلفية عسكرية، يعني اللي كانوا أساسا جنرالات في الجيش وطلعوا معاش، أو استقالوا وتعينوا في مناصب وزارية أو في مناصب قيادية في المحليات أو في القطاع الاقتصادي أو إلى آخره، فكل دول هيتركنوا على رف، هيتركنوا على جنب، والنظام هيجيب خبراء حقيقيين في كل المجالات لإدارة شؤون البلد بدلهم. يعني على سبيل المثال السيد وزير النقل من خلفية عسكرية، فعلى حسب رأي الكاتب المفروض انه رئيس السيسي يستبدله بمهندس فاهم في الطرق ووسائل النقل والبنية التحتية للمواصلات برغم كل الشغل اللي الراجل عامله، وهكذا بالنسبة لجميع مناصب المحافظين. يعني مش هنلاقي ان سيادة اللواء فلان الفلاني محافظ اسكندرية او القاهرة او مطروح او غيرها، لا خلاص زمن اللواءات انتهى، احنا هنجيب مسؤولين تكنوقراط مدنيين متعلمين على اعلى مستوى علشان يديروا الحياة المدنية للشعب المصري، وكل الجنرالات هيطلعوا معاش وشكرا لحد كده، ودي الوسيلة الوحيدة لو النظام عايز يستمر في البقاء. ده بحسب رأي ماجد مندوق طبعا. وعلى اي حال فالجيش برضه هيستمر في السيطرة بس عن طريق القادة التكنوقراط المدنيين دول. يعني صحيح ان اللواءات اللي كانوا ماسكين المناصب المدنية هيتم ازاحتهم من المشهد وهيتم استبدالهم بقادة مدنيين تكنوقراط متخصصين في مجالاتهم، الا ان القادة التكنوقراط دول هيكونوا برضه تابعين للجيش وولائهم للنظام العسكري مش لفكرة مدنية الدولة. يعني من الاخر الجيش هيزيح اللواءات اللي هم غير متخصصين في المجالات اللي شغالين فيها لانهم ناس عسكريين، فهيخليهم في العسكرية، لانه ما ينفعش اجيب جنرال كان في سلاح المدرعات مثلا وخليه يمسك شركة متخصصة في تكنولوجيا الانترنت والجيل الخامس والشبكات والبرمجيات والكلام ده، لانه طبعا ما بيفهمش فيه حاجة. ولكن لان النظام عسكري فلازم يسيطر على جميع مفاصل الدولة عن طريق وضع قيادات من خلفية عسكرية لإدارة المؤسسات دي، ولكن خلال عملية الإصلاح الذاتي فالجيش هيزيح الجنرالات دول، بس القيادات التكنوقراط اللي الجيش برضه هو اللي هيختارهم هيكون ولائهم للجيش وللدولة العميقة وللنظام العسكري الحاكم. يعني الموضوع كله استبدال قيادات عسكرية غير متخصصة بقيادة مدنية متخصصة بس ولائها برضه للجيش. وحسب رأي ماجد مندوق
فعملية الإصلاح دي هتساعد في تحسين مستوى الحياة من الجانب الاقتصادي للشعب المصري بشكل ملحوظ، لأنه باختصار القيادات التكنوقراط دي هتكون فاهمة أكتر في المجالات بتاعتها وهتعرف تدير البلد كويس جدا، فبالتالي هيحصل انتعاش اقتصادي، ولكن قد لا يتبعه بالضرورة انتعاش للحياة السياسية في مصر. وهنعرف ليه حالا. ماجد منظور بيقول انه احتمال الاصلاح الذاتي ده ضعيف، ولو حصل فهو مش هيكون له اي تأثير على تحسين الحياة السياسية في مصر، لانه اولا مفيش حزب مدني بيمثل الرئاسة بشكل صريح غير حزب مستقبل وطن، وده حزب مؤيد للرئيس السيسي، بس في الحقيقة الحزب ده ما بيلعبش اي دور في صنع السياسات نهائيا، حرفيا هو مش بيضيف اي زخم للحياة السياسية في مصر، كل دوره بيتلخص في تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي فقط لا غير، بالاضافة الى ان المعارضة المصرية اصلا ضعيفة، فبالتالي صعب ان بلد ما فيهاش احزاب يتم فيها عملية اصلاح ذاتي على نطاق واسع. فلو حصل اصلا عملية اصلاح ذاتي فهو هتكون محدودة للغاية، وتأثيرها هيكون واضح بس على الناحية الاقتصادية، اما الناحية السياسية فمش هيحصل فيها اي تحسن نهائي. السيناريو الثاني بحسب ماجد منظور هي اضطرابات اجتماعية وقمع عنيف. ماجد منظور بيقول انه الاحتمال ده هو الاكثر ترجيحا بسبب طبيعة النظام القمعية، لانه اذا استمر النظام الحاكم في مصر بسياسة القمع الجماعي للاراء المعارضة فده هيؤدي الى دورة من العنف واللا عنف، بمعنى ان الوضع في مصر هيكون متأرجح ما بين اشتباكات عنيفة جدا زي اللي بتحصل في سوريا وليبيا، وما بين فترات هدوء بتكون فيها عمليات العنف اقل او شبه معدومة. وحسب رأي ماجد منظور فالاحتمال ده هو اللي هيحصل، لانه بالفعل النظام وضع الاساس لمواجهة الاحتمال ده من خلال سيطرة النظام على ولاء الضباط المبتدئين في الجيش، يعني هو قصده الضباط الشباب اللي لسه رتبهم العسكرية صغيرة، لانه من خلال سيطرة النظام على الضباط دول فهيقدر يخليهم ينفذوا بنفسهم عمليات القمع ضد الشعب اثناء دورة العنف واللا عنف. وده لان نظام السيسي اتعلم من اخطاء نظام مبارك، لانه نظام مبارك كان يهمه ضمان ولاء كبار الضباط بس فقط لا غير، فبالتالي تم اهمال صغار الضباط. وبعد ما حصلت ثورة يناير صغار الضباط هم اللي كانوا في الشارع وهم اللي رفضوا تنفيذ اي عمليات عنف ضد الشعب، لان ولائهم ما كانش للنظام ابدا، لكن ولائهم كان لبلدهم في المقام الاول. فنظام السيسي بحسب كلام ماجد منظور قدر انه يسيطر على الضباط الشباب في الجيش المصري وحول ولائهم من الولاء الكامل للبلد للولاء الكامل لنظام الرئيس، فبالتالي لما دورة العنف تبدأ هيكون سهل على النظام استخدام الضباط الشباب في قمع الشعب. بس انا مش قادر افهم، انا كمحمد قنديل يعني مش قادر افهم هو ليه ماجد منظور عايز يحط الجيش في مواجهة الشعب في حال حدوث تظاهرات او تحركات عنيفة بحسب السيناريو ده. هو مش المفروض اللي يواجه العنف هي وزارة الداخلية وقوات الامن المركزي وقوات مكافحة الشغب؟ هو بجد ليه ماجد منظور اختزلها من المشهد وحط الجيش مكانه؟ طيب حسب وجهة نظر ماجد منظور ازاي النظام قدر انه يغسل دماغ الضباط الشباب دول؟ في البداية السيسي زود مرتباتهم اكتر من مرة في مدة زمنية وجيزة، وبعد كده غسل دماغهم بافكار القومية الشيفونية وانه في مؤامرات على الامة المصرية وانه في اخطار بتهدد الدولة المصرية وان احنا لازم نتصدى للمؤامرات دي، فبالتالي الضباط الشباب دول اصبحوا مشحونين وجاهزين لمواجهة اي معارضة ضد النظام، وجاهزين كمان ان هم يستخدموا العنف ضد الشعب وكأن الشعب ده مش منهم ولا هم منه. طيب عايز اسأل سؤال، هو لما يطلع بيان من البرلمان الاوروبي بيطالب الحكومة المصرية بالافراج عن شخص معين واسقاط التهم السياسية عنه برغم انه بيتحاكم في قضايا ملهاش علاقة بالسياسة، هو ده مش بيبين انه بالفعل في مؤامرة ضد الدولة المصرية وبيؤكد ان الشخص ده بعينه تابع ليهم؟ ما هو بحسب البرلمان الاوروبي ذات نفسه في تصريحات سابقة ففي الاف المحكومين بقضايا سياسية، فشمعنا ده تحديدا اللي بتطالبه بالافراج عنه واسقاط كل التهم اللي ضده الا اذا كان ده تحديدا في علاقة ما بينكم وما بينه؟ فهل ده مش بيؤكد وجود مؤامرة حقيقية على الدولة المصرية؟ ولكن ماجد منظور شايف انه في جزء من شباب الضباط لسه ولائهم غير محسوم للنظام، وان النظام خايف جدا من الفئة دي من الضباط، لانه لو حصلت انتفاضة ضد نظام السيسي والانتفاضة دي كان ليها دعم شعبي عميق، فشباب الضباط اللي ولائهم لسه متذبذب هينضموا للشعب، وبالتالي اصدقائهم الشباب اللي اعلنوا ان ولائهم للنظام هيضطروا غصب عنهم برضو ان هم كمان ينضموا للثورة الشعبية ضد النظام، وده هينتج عنه اما انهيار النظام او حدوث انشقاقات في الجيش
ما بين الفئة المؤيدة للنظام والفئة المؤيدة للثورة الشعبية. وهنبدأ بقى دورة العنف واللا عنف زي ما حصل في سوريا وزي ما حصل في ليبيا. طيب في حالة حدوث الثورة دي وبالتالي حدوث الانشقاقات في الجيش ما بين صفوف الضباط الموالين للنظام والضباط الموالين للثورة، ساعتها النظام نفسه هيكون فين؟ حسب رأي ماجد مندوق فالنظام هيكون متحصن في العاصمة الإدارية الجديدة علشان يكون محمي تماما من الانتفاضة الشعبية، ويكون برضه محمي ضد أي تمرد عسكري ضد النظام. يعني من الآخر النظام هيحمي نفسه بنفسه من الانقلاب العسكري عليه، وده ببساطة بحسب كلامه لأن العاصمة الإدارية الجديدة على بعد 65 كيلو شرق القاهرة وبتراقبها 6000 كاميرا. فمن الآخر أي حد هيقرب من العاصمة اللي متواجد فيها النظام على بعد 100 كيلو هيتم رصده، وبكده النظام يسيب القاهرة بترلي من الثورة وهو هيكون متحصن في العاصمة الإدارية الجديدة. وحسب رأي ماجد مندور فأول ما تحصل الثورة وأول ما يحصل انشقاق داخل الجيش ساعتها بس السيسي هيندم، لأنه قضى على أي معارضة حقيقية في مصر واللي كانت ممكن تنقذه في حالة زي دي من خلال امتصاص الغضب الشعبي وتحويله لأهداف إصلاحية. ولكن بما أن مفيش معارضة أصلا فالغضب الشعبي هيتفاقم ومفيش أي جهة داخل مصر هتقدر أن هي تمتصه، وبالتالي الثورة هتتصاعد. السيناريو الثالث الانهيار البطيء. ماجد مندور هنا بيقول انه ممكن نظام السيسي ينهار ولكن من غير عنف ولا ثورة ولا انشقاقات في الجيش، وده من خلال تفاقم الأزمة الاقتصادية والاستنزاف البطيء للدعم الشعبي اللي كان السيسي مسنود عليه. ولكن مع تزايد الأعباء الاقتصادية على الناس فالشعب المصري هيسحب الدعم ده من السيسي، وحتظهر على الساحة السياسية في مصر معارضة حقيقية بتتمتع بدعم شعبي عميق، والمعارضة دي هتكون قادرة على تقديم بديل لنظام السيسي، وكمان هتتحدى القبضة الأمنية للنظام وهتحقق انتصارات تكتيكية ضد السيسي نفسه. ولكن الانتصارات دي هتكون محدودة ولكنها متكررة، فبالتالي هيحصل نوع من تراكم الانتصارات الصغيرة لصالح المعارضة، وفي النهاية هيتم تشكيل صورة كبيرة لانتصار المعارضة على نظام السيسي، وبالتالي هيكون في دعم شعبي غير مسبوق للمعارضة بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية في مصر. وساعتها الشعب هيشوف ان المعارضة اللي ظهرت على الساحة دي هي طوق النجاة من الأزمة الاقتصادية اللي ملهاش علاج، ده غير ان شعبية المعارضة هتمتد لشباب الضباط داخل الجيش، فبالتالي السيسي هيفقد الدعم الشعبي وهيفقد ولاء الضباط داخل الجيش، فبالتالي مش هيكون عنده أي حل غير التنازل عن السلطة وانهيار النظام وانتخاب نظام جديد تماما، لأنه أصلا مش هيكون قادر على إشعال مواجهات عنيفة ضد الشعب، لأن ساعتها هيكون الشعب وضباط الجيش على نفس الجبهة ضده، فهيحصل معاه نفس اللي حصل مع نظام مبارك وهينهار ذاتيا بعد ما الشعب والجيش يتخلوا عنه. طبعا كل الكلام اللي فات ده مش كلام محمد أنديل، ده كلام ماجد مندور اللي احنا ترجمناه وحاولنا قدر الامكان ان احنا نبسط محتوى المقال لاقصى درجة ممكنة علشان يكون مفهوم لجميع فئات السادة المشاهدين اللي بيتابعوا الحلقة. مهم جدا ان الكلام ده يوصل لجميع فئات الشعب المصري علشان يفهموا ايه اللي بيتم تخطيطه خارج مصر لمستقبلهم على المستويين السياسي والاقتصادي في نفس الوقت. يعني واحد زي ماجد مندور هو بيقدم نفسه على انه محلل سياسي بريطاني بغض النظر عن أصوله المصرية، ولكن ليه الاهتمام الغير عادي بالسياسة المصرية دي يا ماجد لدرجة انك ألفت كتب بتنتقد فيها النظام المصري؟ يعني انت مش مجرد محلل سياسي بيقول رأيه، لا، ولكن الأوقع انك بتنفذ أجندة لجهاز مخابرات ما. انا مش حلومك، انت طبعا حر، كل واحد عنده اختياراته في الحياة، وبما انك بريطاني فانت حر كمان تكتب اللي انت عايزه، ولكن في نفس الوقت من حقنا احنا كمصريين ان احنا نرد عليك. اولا لو النظام الحاكم في مصر عايز يعمل اصلاح ذاتي ويمنع المسؤولين من خلفية عسكرية انهم يتولوا مناصب مدنية فالنظام قادر ان هو يعمل ده. ولو جيت سألتني وقلت لي طيب هو النظام مش عايز يعمل ده ليه؟ وليه مش عايز يخلي ادارة مصر تحت سيطرة قادة مدنيين تكنوقراط؟ هقول لك والله يا فندم اجابة السؤال ده يطول شرحها جدا ومش هينفع ابدا ان احنا نتكلم فيها دلوقتي، لان وقت الحلقة ممكن يمتد لاكتر من ساعة لو احنا بدأنا نشرح الاسباب اللي هي بخصوص ليه مصر دلوقتي ما تحولتش لنظام تكنوقراط بالكامل. فقصة الاصلاح الذاتي ممكنة جدا وقد يتم تنفيذها خلال الست سنين اللي جايين فعلا. وعموما انا شخصيا كمحمد انديل ما عنديش مشكلة اطلاقا ان قادة تكنوقراط مدنيين فاهمين في مجالاتهم ومتعلمين احسن تعليم يقودوا القطاعات الخدمية المدنية في مصر، انا ما عنديش اي اعتراض على حاجة زي كده، بالعكس
انا هكون سعيد جدا. وعلى فكرة هو افتراض في وجهة نظر، لان كل الدول المتقدمة في العالم بالفعل حكوماتها بتكون تكنوقراط. يعني مثلا مش هتلاقي في الولايات المتحدة الامريكية ان المسؤول عن شركة التكنولوجيا مثلا جنرال في الجيش الامريكي، لا، انت هتلاقيه مهندس برمجيات، او هتلاقيه عالم فيزياء، او متخصص في علم الاداره، او شخص متخصص في مجال التكنولوجيا عموما. فلو جيت سالتني وقلت لي هل ده ممكن يحصل في مصر، هقول لك اه طبعا جدا، بس لسه احنا محتاجين وقت علشان الدوله تتحول لقياده تكنوقراط مدنيه كامله. عموما هو اقتراح في وجهه نظر كويسه جدا فعلا، وانا مش مختلف مع الناس اللي بتطالب ان التكنوقراط المصريين يديروا الحياه المدنيه، لانه من الطبيعي ان هم يعملوا كده اصلا، ومصر فيها عباقره في كل المجالات. ده غير اصلا ان احنا عندنا عباقره عايشين بره مصر وبيفيدوا بخبراتهم العلميه دول العالم الاول، من اليابان لامريكا. فليه احنا في مصر ما نستفيدش بيهم ونجيبهم لبلدهم ونخليهم يمسكوا مناصب علشان ينقلوا التكنولوجيا والتخطيط والحضاره من اليابان ومن العالم الغربي اللي هم شغالين فيه لارض مصر بلدهم الاصلي. ده تساؤل مشروع جدا، ومن حق كل مصري انه يحلم باليوم ده. ولكن زي ما قلت، اجابه سؤال ليه مصر ما تحولتش لاداره تكنوقراط بالكامل لحد دلوقتي، فهيحتاج وقت طويل جدا علشان نجاوب عليه. ولكن انا اقدر اكتفي باني اقول ان المستقبل السياسي والاقتصادي لمصر هيجبر النظام على التحول لاداره التكنوقراط للحياه المدنيه، وممكن نشرح ده في الحلقات اللي جايه ان شاء الله. اما بالنسبه للمحور الثاني والمحور الثالث اللي اتكلم عليهم ماجد منظور، اولا ما حصلش في التاريخ المصري ان الجيش المصري انشق ما بين معسكرين. لا يا فندم، ده ما حصلش ومش هيحصل، لانه دايما الجيش المصري على قلب رجل واحد، وما حصلش في التاريخ ان الجيش المصري رفع السلاح ضد الشعب المصري، لان ببساطه الجيش هو الشعب والشعب هو الجيش. فمهما كانت درجه ولاء الضباط للرئيس السيسي، فده لا يعني اطلاقا ان هم هيختاروا النظام والرئيس اذا الشعب نفسه رفض النظام والرئيس. ده مستحيل يا ماجد، خدها مني حكمه وحطها حلقه في ودانك. الجيش المصري على مدار التاريخ دايما منحاز للشعب المصري، ولو الشعب المصري خرج في الشوارع وهتف ضد النظام وطالب من الجيش انه يتدخل، فبالتاكيد الجيش هيتدخل. وتأكد ان الجيش مستحيل يرفع السلاح ضد الشعب المصري، لان ده افتراض من سابع المستحيلات مش من رابعها بس، لان ببساطة مكونات الجيش المصري اصلا هي عناصر من قلب الشعب المصري. فتخيل بقى ان ملازم حسب السيناريوهات اللي انت كتبتها دي جات له اوامر من القيادة انه يفتح النار على المتظاهرين اللي فيهم ابوه واخوه وعمه ولاد عمه وخاله ولاد خاله واصحابه واصدقائه وجيرانه، ويقتلهم بمنتهى البساطة علشان يحمي النظام او يحافظ على استمرار الرئيس في الحكم. فده ببساطة مش هيحصل، لان اولا الرئيس السيسي نفسه مش هيسمح بان الامور توصل للدرجة دي، والراجل قالها كتير جدا، لو انتم مش عايزيني قولولي وانا همشي. ثانيا، الجيش المصري مستحيل يسمح بحاجة زي كده اطلاقا، لانه لو كان عايز حاجة زي كده تحصل كان منع سقوط نظام مبارك، وده ما حصلش، وكان منع سقوط نظام الاخوان، وده برضه ما حصلش. يعني من الاخر، الجيش المصري دايما بيختار الانحياز لإرادة الشعب المصري على مدار التاريخ، واول واحد فاهم كده هو رئيس السيسي نفسه. فانا مش مضطر اني اناقش السيناريوهات اللي انت كتبتها، لانها مبنية على فكرة غير واقعية اطلاقا، وهي ان الجيش المصري هيستخدم السلاح ضد الشعب المصري اذا الشعب اعترض على استمرار الرئيس السيسي في الحكم. ده مستحيل. فافكارك اصلا وسيناريوهاتك مبنية على تصورات خاطئة، لان مصر عمرها ما هتكون سوريا، ومصر عمرها ما هتكون ليبيا، وعمرها ما هتكون السودان، لان المخطط اصلا انها كانت تكون كده فعلا من 10 سنين، وده ما حصلش اولا بفضل الله سبحانه وتعالى، وثانيا لان احنا عندنا جيش وطني شعبي. عارف يعني ايه كلمة وطني شعبي؟ يعني الجيش جاي من الشعب، لان عناصر الجيش من ضباط وجنود بمختلف رتبهم العسكرية هم ابناء الشعب المصري. فازاي ممكن يقتلوا عائلاتهم لحماية نظام سياسي؟ الكلام ده خرافات ومستحيل يحصل. ولكن الجيوش اللي كانت موجودة في سوريا والسودان وفي ليبيا هي جيوش مش شعبية، جيوش تم تكوينها على نظام قبائلي وعشائري وطائفي وجهوي. يعني مثلا في سوريا الجيش كله من الطائفة العلوية ومن سكان الساحل السوري حصرا، فبالتالي ما عندهمش اي مشكلة ان هم يقتلوا الطوائف التانية في سوريا زي السنة والاكراد بمنتهى السهولة، لانه مفيش روابط دم بتجمعهم اصلا مع بعض، فعلشان كده سهل على الجندي والضابط السوري ان يقتل المواطن السوري اللي من طائفة ومنطقة مختلفة.
وسهل على الجندي والضابط السوري انه يقتل المواطن السوري، لان سوريا اصلا عبارة عن قطعة ارض كبيرة فيها اعراق ومذاهب واديان كتير جدا، فيها العرب وفيها الاكراد وفيها السريان وفيها التركمان والدروز والعلويين ومصايب سودة سعادتك. فانت ازاي تقارن النسيج الاجتماعي المهلهل لدولة زي سوريا بنسيج اجتماعي صلب متحد من 7000 سنة ولسه مستمر زي ما هو في مصر؟ كده انت مش محلل سياسي، كده انت كفتجي وعايش في مية البطيخ. ونفس الحال النسيج الاجتماعي في ليبيا والنسيج الاجتماعي في السودان اسوأ من سوريا بمراحل، ولا يقارن اطلاقا بالنسيج الاجتماعي الصلب المتحد في مصر. لان ببساطة حتى اختبارات الحمض النووي اللي تم اجراءها في القطر المصري من اقصى الشمال لاقصى الجنوب اثبتت بما لا يدع مجالا للشك ان الحمض النووي للشعب المصري في الدلتا مطابق للحمض النووي للشعب المصري في الصعيد بنسبة تتخطى 78% على الاقل. فانت بتتكلم عن شعب متماسك ثقافيا وجينيا وحضاريا ودينيا، فمن سابع المستحيلات ان سيناريو ليبيا وسوريا واليمن والسودان يحصل في مصر، لان ببساطة النسيج الاجتماعي للدول دي اصلا مضروب بالنار، وكلهم عبارة عن قبائل عايشة مع بعض في رقعة جغرافية واحدة، ولكن مفيش ما بينهم روابط دم ومفيش ما بينهم اي محبة او علاقات انسانية. فطبيعي ان هم يقتلوا بعض وطبيعي ان هم يذبحوا بعض في الشوارع، ولكن الجيش المصري والشعب المصري في حاجة واحدة، ومستحيل تحت اي ظرف ان الجيش المصري يحمي اي نظام مهما كان النظام ده ضد الشعب المصري، لان ببساطة بمنتهى البساطة الشعب المصري هو السيد، والجيش والرئيس السيسي فاهمين الكلام ده كويس جدا. ولكن قصة انه الجيش يعتدي على الشعب لحماية نظام سياسي مهما كان النظام ده هو مين، فدي فكرة لا تصدر الا عن شخص جاهل ومدعي زي كده يا استاذ مجد. اما كلام العبيط عن ان النظام هيتحصن في العاصمة الادارية علشان هي بعيدة عن القاهرة، وان الثورة الشعبية مستحيل توصل للعاصمة الادارية لانها متراقبة كمان ب6000 كاميرا وبعيدة 65 كيلو متر عن القاهرة، فده كله هيشكل عوامل حصالة للنظام وقياداته اللي هيكونوا موجودين ساعتها في العاصمة الادارية. فانا احب اقول لك يا استاذ ماجد انك فعلا عبيط ومدعي وعندك بوادر تخلف عقلي واضحة جدا، وشكلك ما تعرفش الشعب المصري اصلا يا عم. عاصمة مين اللي ممكن تحمي النظام اي نظام من ثورة شعبية اندلعت على مستوى القاهرة بس؟ مش هقول لك ثورة على مستوى باقي المحافظات ولا الجمهورية، لا خلينا على مستوى القاهرة بس. فانت فاكر ان 65 كيلو متر دي مسافة كافية لتحصين قادة النظام في العاصمة الادارية من غضب الشعب؟ انت متخيل يعني ان 65 كيلو متر دي مسافة نقدر نعتبرها مانع طبيعي كافي لتحصين العاصمة الادارية من هجمات الشعب؟ انا والله مش عارف اضحك عليك ولا هزقك ولا اعمل ايه بالظبط يا ابني. الشعب المصري في خلال نص ساعة او اقل هيكون في قلب العاصمة الادارية اصلا، انت بتتكلم ازاي؟ انت متخلف يا ابني، انت معاق ذهنيا. 65 كيلو متر ايه اللي تحمي النظام؟ 6000 كاميرا مين اللي تحمي النظام؟ يا ابني الشعب المصري اصلا لو عنده النية انه يسقط نظام معين فالنظام ده هيسقط لا محالة، زي ما اسقط نظام مبارك وزي ما اسقط نظام الاخوان، لان ببساطة الجيش هينحاز للشعب نقطة ومن اول السطر يا ماجد. ولا تقول لي 65 كيلو ولا تقول لي 6000 كاميرا ولا تقول لي عاصمة ادارية، لان كل الكلام الفاضي العبيط ده ملوش اي لازمة. وبعدين الشعب المصري واعي كفاية انه يحافظ على العاصمة الادارية بحياته، لانه دفع دم قلبه علشان العاصمة دي تتبني، فحتى لو النظام اتحصن فيها والشعب عايز يسقطه هو هيسقطه من غير ما يمسها بسوء، واي نظام يتحدى شعبه كده كده نهايته السقوط. باختصار يا جماعة، اجهزة المخابرات المعادية بيخططوا بيمهدوا ان هم يزرعوا في دماغ الناس افكار خبيثة زي اللي بيروج لها المدعو ماجد منظور. ولكن ما تخافوش، مفيش حرب اهلية هتحصل في مصر ان شاء الله، ومفيش اي احتمالات ممكن تحصل في مصر الا احتمال الاصلاح الذاتي للنظام، وده مش عيب لانه مفيش اي نظام سياسي في العالم كامل، واكيد لازم نلاقي عيوب في اي نظام سياسي بيحكم في اي مكان في العالم، ده طبيعي جدا. فمش عيب ابدا ان النظام المصري يصلح اخطائه على مستوى اختيار الوزراء، وده شيء وارد وقد يحدث خلال الست سنين اللي جايين. ولكن قصة الحرب الأهلية وانقسام الجيش وبداية دورة عنف ولا عنف وكل الكلام اللي بيقوله ده مش هيحصل أصلا بإذن الله، لأن زي ما قلت ولا رئيس السيسي هيسمح بيه ولا الجيش هيسمح بيه ولا الشعب نفسه هيسمح بيه، لأن الشعب بيخاف على بلده لأقصى حد،
واكبر مثال على كده ان الناس في وقت ثوره يناير لما سمعوا اشاعات عن ان في عصابات هتهاجم المتحف المصري في التحرير علشان يسرقوه، فالناس راحت سدت جميع مداخل المتحف المصري باجسامهم، وكانهم بيقولوا لو انتوا عايزين تدخلوا تسرقوا المتحف يبقى لازم تقتلونا احنا الاول علشان تقدروا تسرقوا التاريخ اللي جواه. فما بالك بقى بفكره انهيار مصر كدوله من الاساس؟ هل تعتقد ان الشعب المصري العظيم اللي كان بيحمي تاريخه واثاره في المتحف المصري بحياته هيسمح ان دوله عظيمه عمرها اكتر من 10,000 سنه كحضاره واكتر من 7,000 سنه كدوله موحده ليها علم ورايه وحكومه مركزيه، هل الشعب المصري هيسمح للدوله دي ان هي تسقط ببساطه كده؟ يبقى انت ما تعرفش الشعب المصري، وما ينفعش ان انت تتكلم عن الشعب المصري، لان الشعب ده يا ماجد يفدي ارض مصر بدمه، لاننا ولا عمرنا هربنا وسبنا بلدنا ولا عمرنا كنا لاجئين في بلاد الناس، احنا واجهنا كل انواع الشر اللي ممكن تتخيله في حياتك. لما الهكسوس احتلوا مصر ما هربناش، لما المغول هددوا القاهرة بانهم هيمسحوها من على الوجود زي ما مسحوا بغداد ودمشق من التاريخ احنا ما تهزناش وقاومناهم وانتصرنا عليهم مع ان جيشهم كان اكبر من جيشنا 4 أضعاف تقريبا، ولكن مع ذلك دفعنا عن بلدنا للنهاية. ولما الحملة الصليبية الفرنسية دمرت دمياط والمنصورة برضو ما هربناش وسبنا بلدنا، بالعكس حاربنا الفرنساويين وقدرنا ان احنا نكسبهم ونأسر ملكهم لويس التاسع شخصيا ونربطه في السلاسل ونجره من رقبته زي الكلب في شوارع المنصورة، وبعدين ركبناه حمار لمؤاخذة بالمقلوب وخليناه يلف في شوارع القاهرة والعيال الصغيرة تزفه وتضربه بالطوب ويقولوا له العبيط اهو. وفي العدوان الثلاثي لما انجلترا وفرنسا واسرائيل هاجموا مدن القناه بورسعيد واسماعيليه والسويس وسينا في نفس الوقت، اهالي مدن القناه ما هربوش يا ماجد وما بقوش لاجئين في بلاد الناس. انا عايز اقول لك ان ستات البيوت كانت بتنزل تحارب العدوان الثلاثي بسكاكين المطابخ وغطيان الحلل، فانت متخيل ان دي طبيعه الستات بتاعتنا، فما بالك بقى بالمقاومه بتاعت رجالتنا هتكون شكلها ايه؟ إذا كانت ستاتنا بتدافع عن البلد بسكاكين المطبخ وغطيان الحلل، تخيل بقى الرجالة اللي في الجيش والشعب هيعملوا إيه علشان يدافعوا عن مصر؟ عموما يا ماجد لو عايز تعرف أكتر فأنت ممكن تسأل جولدا مائير وتسأل شارون وتسأل عسافيا جوري عن اللي حصل لهم، وممكن تسأل الدواعش اللي في سينا عن الجحيم اللي عاشوه ضد الجيش المصري والقبائل السيناوية المصرية الأصيلة الجدعة اللي دافعت عن بلادها بالتعاون مع الجيش. أنت غلبان يا ماجد ومش فاهم اصلا سيكولوجية الشعب المصري شكلها ايه، فالاحسن انك ما تتكلمش في حاجة انت مش فاهم فيها، ولو كنت مضطر انك تتكلم علشان تنفذ اجندة جهاز المخابرات اللي انت شغال لحسابه فياريت بعد كده يكون كلامك موزون اكتر ومنطقي اكتر، وياريت تعرف انت واللي مشغلك اننا رغم الازمة الاقتصادية الا اننا عارفين وفاهمين ان ده هو التمن اللي بندفعه علشان نبني بلدنا، علشان كده كلنا ايدينا في ايدين الرئيس السيسي ومكملين معاه ل 2030 ان شاء الله لحد ما نشوف مصر قد الدنيا. وفي النهايه حفظ الله مصر، حفظ الله الشعب المصري البطل، حفظ الله الجيش المصري العظيم، حفظ الله الرئيس السيسي، وتحيا مصر ومع الرئيس ل 2030 ان شاء الله. واشوفكم في حلقه جديده ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.